دكتور هاني السعداني، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. نحب نعرف الناس بحضرتك يا دكتور. انا دكتور هاني السعداني، اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان. انا متخصص في التركيبات التجميليه او تركيبات الاسنان عامه وزراعه الاسنان. نحب نعرف برضو من حضرتك يا دكتور فكره انشاء مركز استاتيكا ايجيبت. هو استاتيكا ايجيبت في الاول خالص كان هو حلم ان احنا عايزين نعمل منظومه طبيه هنا في مصر بشكل مميز. لما فكرنا فيها طبعا الموضوع احتاج وقت كبير جدا ان احنا نقدر ازاي ننقل الكلام ده على ارض الواقع. الكلام ده بقى تزامن مع مبادرة السيد الرئيس لما فتحها عن طريق البنوك المصرية زي البنك الاهلي وبنك مصر عشان نقدر ان احنا نمول المشروعات الخدمية. فكرنا كتير في قصة ان احنا نخوض التجربة وان احنا نبدأ ان احنا ننفذ الكلام ده على ارض الواقع. وطبعا مبادرة السيد الرئيس ساعدتنا كتير جدا، احنا قدمنا ومشينا في الاجراءات بتاعتنا وبدأنا نعمل المنشآت بتاعتنا، والحمد لله والشكر لله ربنا كرمنا والامور مشيت زي ما احنا عايزين بالظبط. ودلوقتي بقى عندنا فرعين ما شاء الله. وان شاء الله في الفترة الجاية بنتطلع للاكتر والاكتر بإذن الله يعني.